السلام عليكم، حياكم الله أخوتي أخواتي في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. اليوم نحن وإياكم في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيف هذه الحلقة، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك حبيبي؟ زين. مشاهدينا طبعا برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات، وكل مكعب فيه سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول، اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ محمد حسين آل سعيد. أو عمرك؟ 9 سنين. وسكنك؟ حي الحسن. المكعب الثاني والسؤال الثاني، في أي مرحلة دراسية؟ الثالث. المكعب الثالث والسؤال الثالث، شنو يعني طموحك العلمي؟ لاعب كرة. وليش اخترت هاي المهنة؟ حب. تقدر بهاي المهنة أم تخدم زوار أبو عبد الله الحسين؟ طبعا. شلون تقدر توضح لي؟ أنا صار لاعب مشهور، وكل مكان أروحه أكتب على ظهري يا حسين. المكعب الرابع والسؤال الرابع، شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر الخير والصلاة والصوم، شهر محبة الناس. خليكم يا حبيبي سيدنا. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم إخوتي أخواتي في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس يطرح عليك السؤال ويقول، شلونك ويا الصوم والعبادات؟ أنا أهلي كله علموني على الصوم والصلاة، وليس أصلي وأصوم. خو يعني محمد حسين، أنا استمتع من الصوم أو صلي، ما تتعب؟ لا، أنا أحس الرياضة وأحسن لي. المكعب السادس والسؤال السادس، شلون تقسم وقتك في شهر رمضان بين العبادة وبين الدراسة، ومثلا بين الاستراحة واللعب؟ يعني أخلي وقت للعب، أخلي وقت للعبادة، أخلي وقت للدراسة، أخلي وقت للعب الصلاة، خلي وقت للصوم، خلي وقت للسؤالات. المكعب السابع يطرح عليك السؤال ويقول، ويا منو من الأئمة تحب تتسحر أو تفطر؟ ويا كل الأئمة ما أدري وأنا كلهم أحبهم، ولكن أحب أكثر مع الإمام علي عليه السلام. المكعب الثامن والأخير، شو تحب تكتب رسالة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ أقول له يا علي بن أبي طالب، أخذ بيدي الخدمة زوار الإمام الحسين. شكرا لك حبيبي سيدنا، شكرا جزيلا لكم أخوتي أخواتي. مشاهدينا فاصل ونعود إلى ختام هذه الحلقة. عدنا وياكم أخوتي أخواتي في مسك ختام هذه الحلقة، وبالختام حبينا نهديكم هدية، ألا وهو حديث من أحاديث الإمام الصادق عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام، الصوم جنة من آفات الدنيا. مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله. Thank you.